اخواتي السلام عليكم. هل حاولي دعوت مع بلاك 250,000 فرنك عيت ما رغب فيه، ما بغاش ينقص خواتي. هذاكم الكسابة والشناقة راه كتقول له الله يرحم والديك انقص لي 100 درهم، كيحني راسو كيعلي راسو وكيقول لك والله يرحم والديك انتينا. العلف غالي، كل شي غالي، وانا الفلوس هذا ما جبتوه من رخاصين. انا كل شي غالي عليا، ما تيشا غالي عليا، كل شي غالي عليا. المغرب المهم كل شي غالي، كل شي غالي، كل شي غالي. اخواتي هذا 2500 درهم، ما عرفتش واش عنده 6 شهور، واش جايز للضحيه ولا لا. المهم ما بغيناش نخلو العيال بلا عيد. كانت عندي الفكره انني ما كنتش غنعيد صراحه، الله كاين بزاف الناس ما غادي يعيدوشي. ايوا هادشي اللي كتبلا الله في راسنا خواتي. كنتمنى من الله ما يحرم حتى واحد من هاد العيد. الحكومه عندنا في المغرب ما كيهم ماشي تعيد ولا ما عيد ولا ما تعيدش، ياش كيهم يا كيهم دينيرو دينيرو. ودا جيتو لاحظتو في الرينكون اخواتي، ما غاديك الضو اللي عاملين في وسط الرينكون حاليا يشرو به الحوالان الناس الرينكون كاملين. تحياتي ليكم. وهالحولي ديالي اخواتي 2500 درهم، صراحة الله نزل البركة ديالو جاب الله. وكنتمنى ما يضيع حتى واحد اخواتي، كنتمناكم كاملين تعيدو كاملين بعدك. وتحياتي اخواتي، وما نساشي واحد دعوة الخير مع الاخت مي رحمة الرباطية مع الاخ ديال الله يشافيه ويعافيه. وربي يخليكم كاملين بكم الاخوان، ومع السلامة. شنو خصك؟ انا مشيت بوحدي.